من القيادة الكبيرة ويدور الانزلاء أنت وإخوتك آمنون جزء الإخوات الثلاثة آمنون ولك علينا أن نوليك قيادة هذا الجيش الجيش على حسابه نحن نوليك القيادة ونخليك الرئيس العام فقال يا شمل أنا وإخوتي في أمان وابن رسول الله لا أمان لك تبا لك ولدينك أمان الله خير من أمان الخبز على بلدين فقط ثم رجع العقيدة زينة لما رجع العقيدة كل أقوى لا يحكم عليه تعرف كيف تحكي ربنا فاطمة ربنا أمير المؤمنين ما تجد الكل ترى اسمعنا دور كويس بعدك وينه وش قالوا له وش رايك لا على كل هالحكي ما قال قالت على اكثرنا المعطاء اجى للبلد وقف اعطي الامر قال انا الفار لما اراد احدثك بحديث سمعت من قريبا قال شرحت منهم ايضا تقول لما اراد علي ان يتزوج بامي فاطمه قال يا اخي عقيل يا عقيل اختر امراه قد ولدتها الفحول من العرب جل عقيل ليش اخترهم من العرب قال حتى اعتدت لي غلاما يكون عرضا وناصرا للحسين يوم القدر انت سيدنا عطاه ما يفهم الجرس فهم يحل عطاه هو عطاه فهم ولذلك قال لا احسن قال زينب ابيني في ارض اين الدين يقال هذا لا حسن لا حسن قال اين الدين يقال هذا يعني لها جرس الظنين ان دولة الحسين يستمينون الحصول على الحسين مستقيما فهم لماذا تشيل لماذا تشيل ماذا تشيل ماذا تشيل قال كثر حظيم لما تقول قال هالشكل كثر خي علم الفيديو قال هذا انا يقتدح في نفس الشيء من قول دولة انا وقلت لك الواقع ان امنا الجميل كانت خير امرأة دخلت بيت أمير المؤمنين خير امرأة دخلت بيت أمير المؤمنين بعد فاطمة فلان عرضية ما كانت مدنية اعتبر سيد الموحدين لو لم يد على أي نبي من بيوت المدينة من المتمدنات الوعاق جميلة بنات الماضيين بنات مكة ما حد يهتم بالبيت ما حد لكن جل علي العبري عبد الهدف يقول انا ترى باري الجمال باري الزعومه اريد مراجل اريد شجاعه اريد اشياء وراثيه ضد الاعتبار العقيل تفهم انساب العرب وتعرف الابطال من الشجعان وكذا فانا للمراه يكون منحدرا من صوت شجعان اخوانه شجعان اعمامه شجعان ابوها ابوها شجاع بين اخوانه شجعان لان لا بد ان يتعلق شيء لا بد ان يتعلق شيء بالمولود من الوالد بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والسرائر لا بدك علاقة إذا أخذ بنت من بيت شجعان وأنا ابن أبي طالب بيت البلد لا بد أن يتكون عندي الولد شيء وهي الشجاعة وهذا من الأبناء وقلت أنسان الواقع أنا مش يعني قصة مش يعني مش يتدور مش يتدور في مش يتدور إلى عمار أبناء لكن في وقت معروف وحدة في الوقت أن يهمني اللي لم ترى ان ناخذ كل نظره عن هالمقال كيف تصبر عباسي كيف تصبر عباسي لعذره ان الماء ما يشرب وضع الله ليش تصبر
قاعد هذا هو فعند دوسي اللي كنت تعرفي ودخل علينا حي وهو الشهر كفر وراح من البدرة وجد الشهر موت عطش وراح وقال حيلة وقال حراسة وعلى عطفة لكن أنا جرى عن شيء هذا محرم هذا محرم وهالمجتمع إن شاء الله نخرج من التعب بنتيجة يعني على ما عم نرى يعني بصلى الله عم نرى زين والناس تخرج من معكم إلى معكم زين خلنا نستفيد ونطلع نتيجة من الأحشرات المهم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا العمل يا أخي ترى الطفل غالبا أقول لك من ضروري دائما لكنه غالبا في المئة 95 طبعا أن الطفل لما يصير إلى ابن العمر سنتين ثلاث يفتح عين البيت أول ما يشوف بيته أول ما يكون شاب ما عمره سنتين ما يكون البيت أهو طالع أنا راح أشوف أمه أشوف خواته أشوف أبوه أشوف أبوه أشوف جده أشوف عمه أول ما يفتح بيته وترى طفل الإنسان يكتشف في ذهنه كل شيء اللغة العالم التقاليد حركة شركة كيف يشرب وشوف يطالع يطالع كيف يعطي الأخوية ويش قال أخوي من نفس الجنة يحاول يكتبه كيف يلعب أخوي يلعب منه كيف يستوى أمته من ذلك لا لا لأنه يلتقي الإنسان هذا هذا إن شاء الله عقل وذلك هل ما تريد الهدام هذا كله ثاني بلورها بعقله يبلورها ويطورها وتترسخ بعضها ويبقى بعضها وقد يثبت بعضها الاخر وبعقله والا يعتقد الاشياء اللي بداها يرتسم به كان اجي كان هذا كان قاعده كان هذا كان اخلاق كلها ترتسم به فاحنا اول طور لرب الولد هو أولا تيجي من جهة الأم خلي الأول المؤمن خلي هذا منبع الكمالات هذا قاعدة الجهاد كله زين لا تيجي الأم الأم طفلة الهدف وأعتقد هي من الناس من حين الزواج من ربنا منها أمها لما جحدام وأخبرها قال إن العقيد جاي أعطى فقالت يا أخدام احنا طبعا ماذا تحصل بذل على النار طالب وهذا بعض ما مو زوجة نعتبرها نعتبرها أنا نعتبرها عبدة قال الله إلا بل فضلة المحتاجة حربة لأن الزوجة وشعيدة لحياة المؤمنين دول شيء إذا ما عمر الله ما عمر الله لكن هي بنت في البيت الحسن والحسين بعد عمر ذات الله زينا بعد الأمر من خمس سنوات لأنها موجودة لأنها قبل المحسنين أمر حوالي ثمان سنوات الشكل والحسن والحسين عشر إلى عشر أعتقد المطلب بك إلى البيت ما تخاف من عقيدة زينا بلا سيدة لا حب سيدة الحسن والحسين تخاف بسيدة من دخلت إلى البيت إذا دخل الحسن قبلت رجلا من دخلت إلى البيت يعني يا أخي هذا الواضع الإيمان الواضع التقوى هي ما تلاحظ أنها دخلت على المناوين ما تلاحظ دخلت على الزوج تلاحظ أنها دخلت على إيمان في مطاعته طاعة الفرد دين ثم بعد ذلك المعلومات اللي عندها أن الحسن والحسين إما هما ناويين ثم تعتقد أن زينب شريكة الحسن والحسين في المكانة والخلق والشرع لأن أولاد فاطمة دولة ومتى وقت تسمع فاطمة أن فاطمة رضي الله عنها تعرف جد وتعمقت بالإيمان زين وعرفت فاطمة وزينب تأثر حقهم لما تربوا الأولاد أول ما هي عشرة يرتبط خلص الضراعة قدم السن شهر شهر ثلاث
بعد سنة من بكة في الليل، من بكة في الليل يشوف وإذا أمه إذا أقبلت العقيلة زينب تفضل سيدتي، أنا سيدتي، ما لك في سيدتي، إذا تنحسب الحسين اجت إليه، أنت عرفنا عليه، كبرت الجيل، كبرت جميلة، كبرت يديك، هذا الطفل من كثر ما يتبدل من أمهاتها مش مسؤول، ما هوش مسؤول، لا هالنوع تطور أكثر، إذا دخل أمير المؤمنين وقال يا فاطمة أي حاجة تعطيني كذا أعطيني كذا أعطيني كذا سبحان الله دور بدور يدك يقول يا فاطمة يقول يا أبا الحسن أبا الحسن أرجو أن لا تخاطب بي نفسك شوف اللي حاضر يا أبا لا تقول يا فاطمة لا يا فاطمة ليه؟ لو كان في فاطمة إيش مش قول يا أبا الدنيا قول داخل الله يا أبا قول شيء غير فاطمة، شيء غير فاطمة، ليه؟ قال لأني لا أريد أن يسمع هذا أولاد فاطمة، لأن عايشين إلى أم مثل فاطمة الزهراء، ليه؟ إذا رجع فاطمة يقتلون أمهم، إذا ذكروا أمهم فيش حسراتهم، أنا ما أريد من طريقي عليهم أي حدث، من طريقي ما أريد. ثم يحبونهم لكن لما تقول يا فاطمة بيصرح حسب ما أمرك قول يا أم البنين بس يا أم البنين يا ابنة حزان قول أي شيء لكن لا تقول يا فاطمة كأثر قلب الحسن طيب الواقع بنتقل بنتقل ونتقل حتى لا يكون الأرض الباقي بنتقل يا أخي هذا الأب والأم يجب أن دائما وأبدا أن لا يروي ذلك الصبي إلا ما هو جميل. ليه؟ ترى أعتقد إحنا غالبا أنا ما أقول إذا كنا نقول غالبا تختار أولادنا منا تختار. شوف لأن مثلا إفراط ومقبول إفراط ومقبول ما الدور من الزمان وهذا طبعا ما أعتقد مثل واحد من الشباب الموجودين كانوا يسمعوني أن يسمحوني لأن أنا مشاهد وشاهد أمضي أن أنا فوق الخمسين ليه؟ فوق الخمسين مشاهد كذا في الوقت ضاري من النهر زلية أو زلة أو تاجر ما في ذا في الوقت أو شرناش أو غواص ما في الوقت وصل غواص ذا في الوقت لم ينهر غاية إذا أخذ زوجي إذا أخذ زوجي يوم ثاني ما خذ قرارة حياتي لا حول يوم ثاني ما خذ قرارة حياتي لا وش حتى يأتي بالبارك ومشان بعد شبر طبعا شبر أنه في ليلة الزواج وش يحمل يحمل شيء أقولش الشيء حتى تخاف من نهارته شايف الحجر ولا يعني معنى أول ما يدخل على المرأة يدخل بهيئة إسرائيل ما يدخل زوج ما يدخل شريك ما يدخل ربيع على الباب على الباب على المسلول على الباب يدخل على الزوج لا وجه يبعدين حتى تحامل يعني يريد يصور يريد يصيرها أنا كنها والمفروض أن المرأة سيدة البيت لكن قبلنا في مهمة تصريف قبلنا في تصريف لا هذا لا تصير نفسك جنة البعيد أو مال التاج الجنة ولا تصير نفسك حرفا لا يولد لا أعرف حرفا ولا تصريف لا يجوز تتزوج المرأة من خلال شهوتك وتتنازل لجميع طلباتك
إلى درجة أنك بتروح تشتري ودان أو بتشتري خلق أو بتشتري عيش أو بتشتري يوم أو بتشتري كذا. أبروح إياه لا ما يجوز في داخل المدينة. أنا بروح إياه أشوف ثلاث لاعبين. إيه ما حصل بطل الهلال عن الصفقة. إيش هي السوق الثاني؟ كيف السوق؟ ترى شايل قام مو قطع أحب البال هذا السوق. أنا بدأت أشوف شو أنا نسيت. جيل السوم جيل السوم وجيل تشتري وهو ورا وكان على المعطف هو الشمس. إذا هو مرضى في مؤسسة يمكن يرأس الموظفين يرأس الموظفين 10-15 كاتب. إذا رجل بوجود الأرض عاد أمر تعمل الدنيا ما يشفى تحت الله. إن ما يشفى تحت الله بخير خلاص. شوف على الأدنى مناسبة رفع عليه التأثير الفصل لأن ما يقدر لا يصرف تحت الله ولا يجرى مرته يحمل ولد على الكويت وراها. لا أحد ولد أنت ماذا يفعل صيد نفس الشيء الرجال قوامون على النساء صح لكن لا صيد نفس الشيء إلى درجة إسرائيل لها المرأة نفس العطش بداخل دوم وياه بتروح للرجال وياه بتروح ساحل البحر وياه بتروح تحت الثلج وياه ما يشمش لا حد ولد هذه الجنة هذا الشيء خاص بين الزوج والزوجة بس لكن أقول الجنة الولد الجنة الولد أيضا تصرفاتك بينك وبين زوجك تحكمها لأن الله يخاطب الإنسان وقضى ربه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما قال وبالوالد في كل الآيات وإن جاهداك للتشرك ما قال وإن جاهداك لأن ووصينا الإنسان بوالدين قال بوالدين ألي أقول لك أن المرأة سيدة المرأة سيدة في البيت لا تستطر داخل التصرف لأن إذا تستطر يكتب لا أضاف التصرف اللي مضوا سوى سوى أن كثير من الأولاد من أمه بسبها من الأرض الأمور من الولد فرق من الولد من الأرض ليش؟ لأن هذا إذا أجى إلى البيت وهو شاب إلى من عمر 30 سنة بعد مرور بالشباب بعد مرور بالحياة وهذه المرض ضعيفة مثلا ما سوت مشاعر ما سوت كذا وإذا هو أول جبل الرسالة عليه ولا كذا زين هذا وين يشوف صدق الأمر كلام كثير يشوف فدائما وأبدا تضر ما دائما تجتمع ينبع ينبع مع ينبع أنت ما أصبحت تجد هذا الجاهل يمتش لا يخلو أما أنه يحب أمه ويصيد نفسه شنعة شنعة والخادم ما يجب أن يكون لأنه مجرد كيف سأحوا برمار كيف سأحوا سنة كيف سأحوا أهانة كيف سأحوا مدريد فهم مجرد أن تكاري إذا ما زلتوا إلى الشرعة لا حصل ضرب حصل يعني حصل دار حصل حصل فهذا يشوفهم مبيل لشائح أنه ما يصيروا إياها وإذا صار إياها بطبيعة الحال يصير دليل يحكم النفس والحمد طب خالي ممكن ما يرى له فقير حتى لو لم يصدق وياك لأن أنت أقول ثلاثة قيم بيلاك وثلاثة وياك ومشتري الثوب وأنت بتشتري السيكة وأنت بتشتري كذا فهم ما لا يقيم ليش؟ إذا صار وياك صار ثم ما لا يقيم فهنا لك أن يحكم يصدها لأن يسمع حسنها بهينا يا جوري بيضربها لأن جوري يعرف أن الشمس والأنت راحة ما دام هو موجود هو يعرف لك ليه؟ شاهد وقف إلى جانب المسلم قال اللهم إني أريد أن أحتج جانب قال لي هؤلاء الأخطاء من قبيل إلى الناس رفع رشهاد يقول بسم الله قال لي أبا الفاطم
انت تعرف ان الشرايط مسدوده 4000 ران على المشرق. قال لي شيء لكن اطفالنا ما زالت اطفالنا عبد الله الربيع دلع لسانه سكينه الهك قلبها حر احر من جحش على الاقل بعد اذا ما هو طيب الرسول هذا ما يشرعه اجيب لهم ما قال هذا الفرق لا تبعد عن اهل لا تبعد روح المشرع القريب هنا لا تبعد عن هذا الفرق حصل حصل تمام ايش يقولون عباس كان قوي الحال العلم سمع السيد الجهود ما قالوا اذا ركب المطاحن المطاحن الخير الرفيع ثم انضحى رفيعا ضمر على ثم المطاحن يقول بطل اذا ركب المطاحن خلته جبل المشهد يحب فيه المطاحن ابن حسين الناس يقول انت العلامه من عسكري ماذا لواقع لان لأنه مدير القانون مهيب إذا وقف وخلي لأنه في مقصة تيد ومقصة تيد إلا قصة نباع وإذا قد وجهت النباع إليه ترشي المقام صوره الله وقع يا أهل العراق يا أهل أهل يدود في دينكم ومذهبكم أن تمنعوا الحسين وأصحابه وعياله وهذا ما تبدع فيه الابتلاء والكلام وهذا سلوك اقل شده في الدنيا في اهل المدينه قال له شمل لو كان وجه الارض كله فهو وهو تحت ايدينا ما سقيناكم من الله فبشر على القوم وحمد جواده جد الشهام جد الشهام جد الشهام لكن طاف على راسه ووضع ترسه شاف الرجال لا ما وصل اليوم الى من قلبه فرغم من المشرع لكن ان للمشرع على تقلبه كفاعل الغرام هل يسال كفاعل الغرام متعب العطشان لما شوف الماء كل السنان لما شوف الماء يهيج عطشه قد نقول ان العباس قال الماء يفسر لبن على تحت كل قربة قام الماء لنفسه أحس بهم بالله هاجت نفسيته عليه تدريب معي لو غير شهيد أول لكن هو لما رفع الماء وأراد أن يشرب قال يا نفس من بعد يا نفس من بعد الحسين هوني أتشربين بارد المعيدين هذا حسين شارب المنون وتشربين بارد المعين والله ما هذا الله يرحم بالنصر خاض الماء خاض الماء يتخيل يطفي عطش الخشوشة يطفي عطش الجنة لفا لم نقل لكن تدافع على
عبد الأرض وتعفير وتعفيره. قال أخير زينب علي الشيء علي الشيء والجرح. وين تروح مع عبد الرجال لقد وقع الأرض في غير المساعد على المعرفة. عمل الحسين أتى بيد الوعاء، عمل من جانب الحيمات، عمل العباس من جانب الفرات، وإذا بالعباس بالأمير المؤمنين يشوف لواء، يشوف لواء جاي من جانب الحيمات، أروية معروفة، شاف هذا اللواء، هل لواء بيد من؟ بيد هاشمي، بيد ولد أخوه، بيد أخوه، بيد ما أدري من، وإذا يسمع الصوت يحترق الصفوف، أين أنت يا وكلنا اترادت بين نور ايدي شهر حرد
حد الموت للطفلين للطائر مرة ظنت خلقتها نار الصور ضد من ملجا والرمح يقدر السور والشمس تتردد وقلبها بلد ما يفور وتذكر سكينة واخوها ولبنها لكنه عمل وقلبه كصانية الغطاء وهو يقول اني آل عباس اغدو بالسقا ولا اخاف الموت عند الملتقى اهل العزاء عمل علينا من هو الدلال؟
شاكرت وإلى عدمي فتح الدموع عميلة زينب تسأله تسأل عميلة زينب شخصيا تمشي وتفتكر لا يفوز دار الحرب شخصيا تمشي وتفتكر Thank you.
الوحش المطار أمامهم عند الضيف يجره والمطعم طمعت أمية حين قل عديدهم بطريق في الفتن أن يستسلمون حتى إذ اكتب بالنساء وصرحت سيد الرجال جماعة جن وقع العذاب على جيوش أميه من قاتل وفي الوقائع معلمون ما راعهم الا تقطهم غير من غيران يعلم نفسه ويدمرون عبثة وجوه القوم او في الموت والعباس فيهم ضاحكا وتبسمهم قلب اليمين على الشمال وغاص في الاوطان يحصد الفروج ويحضم فرأوا أشد تباسهم أن يهزموا ما كردوا بأس له متقدما إلا وفر ورسول متقدم فضغ القلوب برمحه حتى غدا صيام أشقى لهما بطل تورث من أبيه شجاعة فيها هموم سن الضلال ترغم عرف المواعظ لا تفيد بمعبر هموم عن النبأ العظيم كما عموم فانطاع يقصد بالجمال والجلال والمثقف ينظر قال لك العقل الشرف بيت الجود بيت الايمان اما الالوان لا عبره بها فالواحد عربي نعتب عنده دمت مدانا اذا واحد من اولاد ولد عبد الله ابن جعفر الطيار أبو عبد الله الجواد وجد جعفر الطيار وجد أبو فارس وجد الآخر عبد المطلب وهذا في كلام إذا دخل سلم قال مرحبا بك يا ابن أخي أنت منين؟ قال والله من المدينة قال أنه وسلم عامر يا حبيبي قال لي والله انا رجال مثل ما يقولون ولا تدعم رسول الله بنفس الهج عم بس قال لي اقول الحمد لله قال لي بنت فاطمه من زوج قال لي والله ما عم تزوج لازم عندي نفسها قبول يا اخو لنا اهلا وسهلا انت من هالقبيله قال لي بعد انا قبيله معروفه قبيله بني هاشم من اولاد من؟ قال من اولاد عبد الله بن جعفر الطيار، جدي عبد الله بن جعفر الطيار. كان لجنته. جدي عبد الله بن جعفر الطيار كان من احسن لكنه اراك احمرا. قال له شو تبدوني؟ احسن طبعا. سرعان تخلقين في ليالي وبيض. ما اللي خلق في ليالي البيض قمر من اول المغرب الى
الوقت اللي نام الزوجة يكمل الولد في الولد أحمد 13 14 15 16 ليالي يبقى الولد الكبرى قال لي ان العرب ليس فيهم احمر ويا العرب ما لكم الا اسمر صمر سوال كانهن من نساء بني احمر قال لي احمر ولكنني من قبيله بني هاشم يا ربي قال ما نزلت من أن الأوادم يعرفون عليه ويقولون عطى بنت ولد أحمر مو عربي كامنشا طلع عنا قال عادي رجل أن نسوي شر رددت صحيفا الفرشي لما أبت أعراقه إن لم يرارا رددت صحيفا الفرشي شوف مرتا في شعب مال يعدد هالشعب بياكل كانت تشغلش انت تعليم قال لها جاءني غلام من اولاد عبد الله بن جعفر الطيار عبد الله الزواج هاشمي وانا رددت قالت يا ابي اترد غلاما من ال جعفر فقلت يا ابن الحلال احمر قالت والله هذا هو الفرق بعيني يعني وقت قالت روح رابع بنت الفخر نتقرب الى علي نتقرب الى رسول الله والواحد يحصل ان علي يصير نسيبه فراى ان كلامه قطع فمشى من البدو الى ان جاء الى المدينه قال لي يا فلان لا يقول يا ابو العصر وانا تتكلم يا الله تعالى بادرت تتكلم ويا احنا حمران احنا حمران خلقوا من السمران اقشار ميتة اقشار عجيبة اقشار لا قيمة لها الاسلام يقول يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم بلال أسود سين بلال شين عند الله عمار بن ياسر أسود مقداد اسود مولاهم صار مصاحبة الامة اسلام ماذا عليه قال احمر واصفر وابيض وازرق وطويل وقصير انما ينظر الى الانسان بفعله حتى يوم القيامة تعالى ينظر الى الانسان بفعله والا لو لم يكن ذلك كذلك لكان بالله عليه ان اربع النبي يروح يدور من النبي ويخطبها اكون رابع النبي نبي فارس واحده صارت نبي كذابه يسمونه الشجاع والا بعد اصبحت نبيتنا انت نطوف بها واصبحت انبياء الله ذكرانا رسول الله الزواج خديجه وهي أهل لله وعلي بن أبي طالب ولي الله لا تقبل الأعمال إلا به الزوج فاطمة أم البنين بالقرآن ابن الرحيم العامرية الجعفرية الكلابية الحديث مشهور علي ولا ولكنه الإخلاص لقد وقفتم على قبر الزهراء بالمدينة وقفت على قبر أم البنين شفتوا العالم شلون شفتوا
لأنها أخلقت لله إخلاصا، أرضعت هؤلاء مثل الأقمار قدمتكم. ها؟ أما لو ربنا هؤلاء الأربعة الناس فيهم يقصدون قدمتها الأربعة فكانت من الإخلاص بمكان، ولأجل ذلك أعطى الله تعالى هذه المرتبة العظيمة والمنزلة السامية الرفيعة. فقال سر يا عقيل سر قبع، فجاء عقيل ودخل على أبيها سلم عرف هذا عقيل عمر كان جئتك فاطما. قال من؟ قال لأم البنين بنتك. إلى من؟ قال لأخي علي بن أبي طالب. قالت عمي إلى أمها وأسألها هل هي تصلح أن تكون زوجة لعلي؟ فدخل سألت قالت نعم إني أدبتها، لكن في كل قبل لا أوصل قبل لا يوصل سمعها تقول يا أمّا إني رأيت البارحة رؤيا، رأيت كأن الشمس والقمر وثلاثة كواكب جماعا تساقطوا في حجم، والدي شمس وأمي قمر فأنا الكوكب وابن النيران. فضة قد صفيت من ذهب فأنا الفضة وابن الذهبين، ذهب في ذهب في ذهب، ولدين في لدين في لدين، وعندي خاتم مجادلين. قال يا بشري يا بني لقد جاءت الشمس والقمر. قالت لو ماذا؟ قال هذا علي ارسل اخاه عقيل يخطبها مني. سنه رسول الله 480 درهم لكن ايام اولى، فدفع المهر وحملت ام البنين بالترام، حملت من البال إلى علي بن أبي طالب عليه السلام في المدينة المنورة، وأول مولود أول مولود أبو فاضل. أنظر قال بس قال تذكر لعلي كل يوم البنين جابت ولد رجل لقب واسم وكنية، قال الإمام سموه أبو فاضل سموه العباس نقتل حامل الراية. قال هو حامل الراية والدم حامل الراية. قال أنا حامل الراية يوم القيامة، أما العباس حامل الراية يوم كربلاء. وعباس أهلاً أن تشيل العالم، قال والله فلو تشيل العالم ما عدمت موجود. والله فلو تشيل العالم ما عدمت موجود، منزول ونشرح وانزل صدري ومزمور ملكي حتى يطيح حقوقك ضربة عمره، انكسر جيشك كان قد تتوسد النار على وجهه مستعملك عنك. الله يرحم جليلي اليوم على الى التفرق جمع هنا اليوم كل عن الجنود نظامهما، اليوم غاب عن الكتائب تبشرا، اليوم غاب عن الصلاة إمامها، اليوم
اليوم نامت أعين ولسه دورنا الى نقر غير وشقق بعض المسلمين قال نقرناه ساق الرصاصه كانت هو ساق الرصاصه كان انا ساق الرصاصه يوم القيامه ولكن ابني العباس ساق الرصاصه يوم كربلاء أول أنت بتوجه إلي يا شيخ وأنا بعد بتوجه للعباس اليوم بعد الحرائب وأعطي فائدة وخذها قد جربتها وكلكم مؤمنون والحمد لله إذا أصبت بمصيبة فصلي ركعتين وتوجه نحو كربلاء وقل يا عبد الله أبا الفضل أغثني ثلاث مرات تكشف عنك الكربة زينب عزيزة بنت زهرة وسلمت على أم البنين وقالت لها يا أم البنين السلامة وأنا تربيني بعد ثلاث ساعات انت على العين والراس قالت عندي قلب قالت اتركني يا زينب ارسلي ماتي المرضية والمرضات قالت اريد احمل ابوي على ابن اريد احمل العباس على ايدي واربط عند الباب وأتنبأ أبوي علي بن أبي طالب وأنا أشرب أنا مولود قالت علي ما بدا لك إذا قعد بين مشاهدة العباس المطوق المحسن والعيون وقعدون لا تنشوفونه شوفونا قصوركم أصور هذا الجن كان في الحكي أصور من تصوير رائع تمت العباس على إيدها وجاءت ووقفت إلى جنب الباب تحملت بشر تنوز الساعة وقف إلى جنب الباب وجاءت على الأرض وفتح الباب وحسين وإذا زين الله هو العباس قالت يا أبا البشارة يا أبا بهذا المولود أخذه أمير المؤمنين قبل وسالت دموعا وبارت على وراد عبد يمشي قالت يا أبا عندي كلمة قالت لي يا بني قالت إن هذا المولود من حال مر صفى حبه في قلبي بعد ما أقدر أفارقه صفى حبه في قلبي قال لها يا زينب هذا كثير في يا زينب وشكوه إذا ما يفارقني قال ما يفارقني في يد العباس وعينه تحول لدموع
يقول سيدي أتنظر إلى ذراع الولد وتبكي فيها عين؟ قال لا، ولكن أذكر ما يصدر على هذين اليدين يخفف الخلاء كأني بهما وقد قطعتا بين يدي سيدي الحسين. اتذكر يوم العاشر من المحرم لما جاء العباس وقال لسيدي أبا عبد الله لو وجد حلمك في الجبال الرواسي لرجح، ولكن بعد ما القدرة الأطفال تبكي وتصارخ. قال له خليك قريب تموت في البلد، أطفال هب جنبت أهل عباس يا شاي الحمل، أنا خاف جمعت ناس في البلد. فما زال يلف عليه حتى أذن له وحمل العباس على القوم المارقين، قلب الصف على الصف والكتيب على الكتيب، والحسين واقف على باب الخيمه وزينب الى جانبه تطير النظر، وكتاب الحسين تغير وجهه ما بين الصفراء. أبا عبد الله تغير رجل، هل ستر على أخي العباس شيء؟ قال لا يا زينب، ولكن اختفى على مرور عني. قالت ضع يدك على فؤادي، وقيلك على ربي، فوضع يده على خلف زينب وإذا به يخفق كأنه جناح الطير حزنا على ابي الفضل العباس. وانتفع الحسين الى المعركه وصال وجال ونكس الجرسان وجدل الاغفال، وتلاقى العباس ويا الحسين كرمتنا اخر جيش وحسين انت خلصان، وعمل باليمن وابو فاضل بالشمال، صفوا على العسكر من البردين بالدار، والكل قصد خير رفيق العلم نشار، صفوا عايل امهر طوفان للخير، مثل الصواعد نازل على الدوم صغير، من الصواعد من عزم عباس وحسين، عافت ملازمها وخلت مرمت البيت، شمس النبول والقمر عاشر يوم عاشور، شكوا سحاب من الكتايب والسما تمور، دار البلد فيها وتلاقى النور في النور، شمسنا وزينا بطلعة الرحمة في الأكوان، أقبل البطلان يد العباس على كتف الحسين، يد الحسين على كتف العباس، راحت سكينة إلى عمتها سكينة، قالت عم ألف شارة وألف شارة، لقد عاد أبي وعمي من المعركة، طلعت زينب وإذا بإخوتها، قالت ألف مرحبا دون الإنجليزي، وعلى طيورهم كلهم شياطين، عباس سوري وظهري وانا خايفه من فتحه البيت، افتحني عباس وحسين، واقتلني الى وماني بعيد، فسكت الحسين ساعه وما مضت الا دقائق، واذا المنادي ينادي اين فرسانك يا حسين؟ اين شجعانك؟ فلما اراد العباس يمشي قالت لزينب تعال ابو فاضل، فاقبل العباس قالت لانظر الى ولدي، دعت بالقاسم ودعت بجعفر والبستهم ثيابا، كل واحد خلد فسه
حطت على رأس نعمة واحد عشر سنين عمره واحد تسع سنين قالت يقاتلون بين يدي أخيهم بين يدي قارهم الحسين لا خير في الحياة بعده فتقدم الغلام نحو سيد الشهداء السلام عليك يا عم قال عليكم السلام قال اذن لنا بالحمد قال عم دول اولاد زينب اقفاج ومقمار قالوا اعني تمضيا الى امكما واستشيراها في ذلك قال سيدنا امنا هي التي امرتنا بذلك والبستنا ثيابنا ضمهما الحسين الى صدره وقال جزاكم الله من اهل بيت الخير ثم حمل الطفلان والعباس يرعاهما حتى قتلا اهتم الواحد على الكتف الايمن واهتم الثاني على الكتف الايسر اقبل بهما نحو الحسين كما اخرج الابا عبد الله فلما اراد العباس ان يمشي طلعت زينب تسحر رجالها ابا عبد الله بعد العباس يرجع لولا قال ما يرجع يا زينب قالت عندي قلبه قال ما تريدين قالت ابتعد عن العباس قليلا فابتعد الحسين عن العباس قالت لي بني ان اقف ما بينكما اضع يدا عليه ويدا على طرف العشيره ابتعد العباس عن الحسين وقفت زينب في الوسط وضعت يدا على الحسين ويدا على العباس وقالت وصوب لبغر تبعوه وضمن على الأطفال عظم الله جلوكم وحمل العباس على القوم المارقين ودخل المشرع وكانت مملوءة ماء اغترف غرفا ليشرب تذكر عطش الحسين رمى الماء من يده ملا القربى اقبل بها نحو المخيم فداروا به من كل جانب ومكان عظم الله جوركم اين العيون الباكيه اين القلوب المنكسره Thank you.
Thank you.
ثم أخذت زينة تلك الغربة وعادت بها إلى قبر العشيرة. أبا الفاض إن الغربة لم تكفي النساء. أخذ العباس تلك الغربة جعل يفكر في حال النساء والأفراد ولذا يسمع صوت الحسين ينادي أمام الناصر أمام المحيط أمام الدار. من ذلك لاح البصر بين عينيه بل سيفه من غمده. الحسين لاحظ العباس راى وليد ارواح تلتزمه على شفره حسامه اقبل عليها بعباس ماذا تريد؟ قال لي فلا مولى يخاف فقد احرقوا قلوب هذه النساء احرقوا قلب هذه النساء والافراد بالصراط يقول كل تنادي العطش العطش. كلا في عباس اننا تبنى في نقاتل بل جئنا لنقتل ولكن مهلا مهلا يا عباس حتى تصبحك النساء والافراد فهذه مرتاحه ترى Oh, my God.
كفيه يشرب دانية تذكر حبس الغسل ونفقات ورد الله من يده وجعل الرهب مدرك الناس قائلا يا ناس بعد الغسل هون وبعده عهد لن تكون هذا الغسل شاهد المنون وكشف Yeah.